ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج أن يكون لكل حلقة موضوع خاص بها مع عنوان تنفرد به. ذكر الله عز وجل أنس السرائر، حياة الضمائر، أقوى الذخائر. قال ربنا فاذكروني أذكركم، وقال ربنا واذكروا الله كثيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والموفق الأول يقول وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى. فهذا كله في سياق فضل ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. من هنا نصل إلى عنوان اللقاء، قبسات من الأذكار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الحمد لله، بينا أن عنوان اللقاء قبسات من الأذكار، أذكار نذكر الله عز وجل بها. قلوبنا أوعية، إما أن تملأ بذكر الله وإما أن تملأ بذكر غيره، عافانا الله وإياكم من ذلك. والمؤمن كلما ملئ قلبه محبة، إجلالا، تعظيما، خوفا، خشية لله، ظهر ذلك على جوارحه، وأعظم تلك الجوارح لسانه. فلذلك قال ربنا عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله عز وجل حياة لكل قلب، ولهذا لما ذم الله المنافقين قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثمة أذكار يقال عنها أذكار مقيدة، وثمة أذكار يقال عنها أذكار مطلقة، وثمة أذكار مرتبطة بأسباب عارضة. سنحاول من هنا وهناك أن نجمع شيئا من هذا. جاء في حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الصباح يأتي بعد الليل، والليل إذا طال اشتد على صاحبه، لأن الناس فيه على أضرب، فمنهم من يقومه ومنهم من ينامه ومنهم من يمنعه عارض من أن ينام. وقد كانت العرب تتطاول الليل، حتى قال امرؤ القيس وما الإصباح منك بأمثل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. لكن هذا العرف الجاهلية، جاء الإسلام بقول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبقول الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبما نقل وأذهر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه الليل. فإذا جاء الصباح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي لما ترجم أهل الفضل له قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما غدا إلى مكة خرج إليه والي مكة من قبل عمر يستقبله في عسفان بلدة قبيل مكة، من إجلاله لأمير المؤمنين واستقباله للحاكم وإبقاء هيبته في القلوب. فسأله عمر من جعلت على الوادي؟
أي وعندما عزمت على أن تأتيني تستقبلني من تركت أميرا على الناس يخلفك؟ فقال عبد الرحمن بن أبزع. فقال عمر وكان لا يعرفه: ومن ابن أبزع؟ قال: يا أمير المؤمنين، قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نأتي الآن للذكر نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام. فطرة الإسلام هي الفطرة التي أودعها الله عز وجل كل أحد، فأصبح كل أحد قادرا على أن يعبد الله، أي أنه يقبل الدين لا غضبة عليه في ذلك، وإن كان الله عز وجل لم يجعل هذه الفطرة حجة له علينا، لذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. لكن الله فطر قلوب عباده جميعا على معرفة دينه، على توحيده، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الآية العظيمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم قال: وعلى كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلمات وأجل الحسنات، وهي باب الجنة الأعظم. فما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا أقام البراهين ولا نصب الموازين ولا قام سوق العرض ولا خلقت السماوات والأرض إلا ليعبد الله وحده دون سواه، من أجل هذه الكلمة العظيمة الجليلة مبنى ومعنى. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد تترست بها، أي بلا إله إلا الله، فمن قبلها نجا ومن لم يقبلها هلك، وأي هلاك؟ قال الله عن أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعوذ بالله من الكبر عن الله وآياته. فنقول هذا معنى كلمة الإخلاص، وقد قال العلماء إنها لا تكون سببا للخلاص حتى تقال بإخلاص. ثم قال: وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء عليهم السلام إخوة علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالشرائع تختلف، لكن الله تعبدنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن. وقال ربنا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال: وعلى ملة أبينا، أبوة شرعية، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جل الأمم تقلدت إبراهيم، فبرأه الله من كل أمة غير ملة الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه ما يتعلق بالفائدة الأولى في قبسات من الأذكار، الذكر الأول. الذكر الثاني يأتي في الشيء العارض، في الرعد. فالرعد له صوت تفزع له القلوب، فماذا يقول المؤمن إذا سمع صوت الرعد؟ يحفظ في هذا حديثان موقوفان، أحدهما على صحابي وأحدهما على تابعي جليل. فأما الموقوف على صحابي، موقوف على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو ابن الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مولود ولد في المدينة للمهاجرين بعد الهجرة. قال أو كان يقول إذا سمع صوت الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والشافعي رحمه الله أخذ عن طاووس بن كيسان أحد كبار التابعين أنه كان يقول إذا سمع صوت الرعد: سبحان من سبحت له. فهذا من الذكر الذي يقال هذا أو ذاك عند سماع صوت الرعد. كذلك بعض الذكر قد يكون متعلقا بحالة من التعبد، كما يقال في الطواف، فإن الطواف عبادة عظيمة، والله لم يشرع الطواف إلا ببيته العتيق: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكل ضريح يشيد، وكل قبر يبنى، وكل ما شابه ذلك مما يقيمه الناس اليوم لا أصل له شرعا، ولا يجوز لأحد أن يطوف حوله، لأن الله لم يتعبدنا شرعا
عملا متقبلا عنده إلا بالطواف ببيته العتيق، ولا يجوز بحال أن يجعل أي بناء مثل بيت الكبير المتعال. الله عز وجل جعل الخير والبركات لمن قدم إلى بيته. أيها الناس، يقول خليل الله إبراهيم: إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه. فالحج إلى بيت الله والطواف ببيت الله. ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل الذكر مطلقا وأنت تطوف بالبيت. فالناس تختلف مشاربهم، مطالبهم، رغباتهم، ما يخافون منه. تقرأ القرآن، تسبح، تهلل، لكن الأكمل إذا رأيت البيت وبدأت الطواف أن تقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. وأما ما بين الركنين اليمانيين، فالركن اليماني أن تصل إليه قبل الحجر الأسود. إذا بدأت بالحجر الأسود تطوف حول البيت تصل إلى الركن اليماني قبل أن تصل إلى الحجر الأسود. والركن اليماني إما أن يستلم وإما أن يترك على قول الأكثرين، وبعض العلماء يرى جواز الإشارة إليه. وأما الحجر الأسود فيستلم، يقبل أو يشار إليه إن تعذر استلامه. ما بينهما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا ما يقال عند الطواف ما بين الركنين اليمانيين. كذلك من الأذكار إجابة المؤذن، والمؤذن أعلى الله عز وجل مقامه لعظيم ما يقوم به من عمل. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بل إن المؤذن إذا أذن يشهد له من سمع أذانه، يشهد له حتى الجن والإنس والشجر والحجر، كلها تشهد للمؤذن. هذا المؤذن يؤذن ينادينا لأعظم ما افترضه الله علينا بعد الشهادتين. فتعبدنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فنقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فبعض العلماء يقول يكتفى بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم يقول تجيبه، تقول مثله، تقول مثله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم تقول معها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عندي أقرب وأكمل وأدنى إلى الصواب. ثم نقول الله أكبر، الله أكبر، ثم إذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، ثم نسأل الله عز وجل، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله لنبينا الوسيلة والفضيلة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. فيبدأ بعد الفراغ من الأذان بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، والأكمل أن تكون الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: سميت تامة لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته، لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. ولا تقل سيدنا نبينا، هكذا وردت، هذا لفظ تعبدي. نعم، محمد بن عبد الله سيدنا، إمامنا، شفيعنا، حبيبنا، خير خلق الله، لا نجادل في هذا ولا يجادل في هذا مؤمن، لكن هنا لفظ تعبدي. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما أفضل من أن تقول المقام، وإن وردت في بعض الروايات، لكن أقرب إلى القرآن مقاما، لأن الله عز وجل قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما إنك لا تخلف الميعاد فإنها وردت بإسناد اختلف العلماء فيه، فمنهم من رآه جيدا، إسناد جيد،
فقبلوها، ومنهم من لم يره إسنادا جيدا فقال يكتفى بما قد مضى. والمقصود إجابة المؤذن، فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، ثم يعقب ذلك بإجابة ذلك المؤذن والغدو والرواح إلى الصلاة. هذا ما تيسر أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد كان عنوان اللقاء قبسات من الأذكار، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.